السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، والبداية بالعناوين. شابالا يتجاوز غالبية جزر سقطرى مخلفا أضرارا مادية جسيمة. استعدادات متواضعة لمواجهة شابالا في محافظة حضرموت. مرحبا بكم. تجاوز إعصار تشابالا أرخبيل سقطرى التي يقطنها آلاف اليمنيين، وسار باتجاه سواحل المكلا، حيث توقفت الرياح العاتية في سقطرى عند الساعة الثانية فجرا، وبدأ منسوب الأمطار الشديدة بالانخفاض، وخلفت تلك الأمطار والرياح أضرارا مادية كبيرة. وكانت بدأت تلك الأمطار المصحوبة بالرياح الشديدة عصر الأحد، واستمرت دون انقطاع إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. وقد أدى الإعصار إلى انقطاع الطرقات وتعطل أبراج الاتصالات، وخاصة على قلنسية، كما اقتلعت الرياح وأشجار النخيل ودمرت منازل لم يعرف عددها بعد، وماتت حيوانات برية بشكل جماعي، خاصة مع نزول السيول من الوديان. ونزحت نحو 2000 أسرة من الأحياء القديمة لحديبو ومن مناطق الشريط الساحلي الشمالي إلى المدارس، مع انعدام الخدمات الأساسية في أماكن الإيواء، الأمر الذي يضاعف من معاناة الأسر المتضررة من تشابالا. أكد الدكتور عبد الهادي التميمي الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء بحضرموت في تصريح خاص لقناة سهيل أن السلطة المحلية قامت باستعدادات كبيرة لمواجهة إعصار تشابالا الذي بدأ بضرب حضرموت. وقال التميمي إن السلطة المحلية لديها استعدادات كبيرة من ترتيب أماكن آمنة للنازحين من الأماكن التي ستتضرر من الإعصار، كاشفا عن تلقي السلطة المحلية وعودا من دول الجوار بتقديم أي مساعدات في حال تطلب الأمر لذلك. حقيقة نحن في حضرموت لم نتعافى بعد من كارثة السيول 2008، والآن البلد على وشك هكذا حسب التوقعات أن تتعرض لحالة مدارية ربما تساوي إعصار من الدرجة الأولى حسب التوقعات، رغم حداثة وجودنا في السلطة المحلية، لكننا حاولنا أن نحث كل الإخوان في كل المديريات، شكلنا غرفة عمليات على مستوى الوادي وكذلك في كل مديرية لجان طوارئ بالمثل، وتفرع منها لجان أخرى، حددنا أماكن الإيواء بالنسبة للنازحين في الأماكن الخطرة، فتحنا مجاري المياه وفي طريق هكذا لطريق السيول حتى لا تعود ثانية للبيوت. حضرموت بنيتها التحتية هشة كما هو معروف، ولا تتحمل المزيد من الفيضانات أو المياه السيول الشديدة، لكن مع ذلك همم ما لاحظناه وما نعبر عن ارتياحنا عنه أنه كل المجتمع حاول يعني تفاعلوا معنا بكل مكوناتهم وبكل أطيافهم. نحن في السلطة المحلية نعتقد أننا في وضع جيد مقارنة 2008، كون الإبلاغ المبكر أفضل وكذلك التهيئة أكثر يعني لا بأس بها مقارنة بالماضي. نقول للأخوة المستمعين وأخواننا أبناء حضرموت أن الكل لن يتركنا، هناك وعود كبيرة وكثيرة من أخواننا في دول الجوار يعني يكونوا إلى جانبنا أول بأول، هم يراقبون الوضع تماما ويشاهدون مجريات الحالة المدارية
فإذا ما تعرضنا لها لو سمح الله لن نكون لوحدنا في الميدان، سيكون الآخرين إلى جوارنا، سيكون الطيران العمودي موجود إن شاء الله، ستكون محلات أو مواقع الإيواء. عليهم فقط أن يرتبوا الأساس وأن يوجهوا المواطنين إلى أين يتجهون. في المرات الماضية كان لا يعرف الناس أين يتجهون، الآن هكذا كما نعتقد أنه الكل أصبح عنده وعي ويريد أن يعرف ما هي الخطوات اللي ممكن يعملها المواطن. وفعلا رأينا اليوم كنا في زيارة لمجاري المياه، مجاري السيول، وجدنا الناس تعمل بمبادرات طوعية رغم أن إمكانيات الدولة يعني ضعيفة جدا وتكاد معدومة، لكن هنا الرجال الكبيرة وشكلنا فعلا ونزلنا إلى المديريات، خاصة المديريات التي تأثرت في المرة الماضية بالسيول، وحاولنا أن نحث فيهم الروح والهمة وهم جاهزين ومستعدين. وفعلا تأكدنا اليوم أن الناس بدأت في الميدان للعمل. زرنا غرفة عمليات التريم وكانت رائعة بصراحة، نحن والأخ الوكيل كانت رائعة جدا، وكانوا يراقبون مسار العاصفة على هكذا مباشرة، وحتى هكذا وجه الوكيل باعتمادها من ضمن المصادر الموثوقة التي يمكن أن يعول أو يبنى عليها أي تحرك بالنسبة لنا في وادي حضرموت. شاكرين طبعا لكل من كان إلى جانبنا. لا ننسى أن أخواننا بعض الآن من تقطعت بهم السبل من أبناء جزيرة سقطرى، تقطعت بهم السبل عندنا في الوادي واحتضناهم، وهم الآن سكناهم وعملنا ما يلزم واجبنا، وكنا على تواصل مع أخواننا في سقطرى يوم أمس، وهم لا بأس يعني حالتهم ربما تكون مش بذيك الصعوبة، ولكنهم يحتاجون إلى 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 من يسأل عليهم ومن يساعدهم أيضا. نحن بالنسبة لنا نراقب عن كثب مجريات العاصفة صراحة، وفيما لو تعرضت الناس للخطر سوف نجلي المناطق المنخفضة، سوف نجليها نتركها، بالذات كبار السن وبالنسبة للعوائل النساء والأطفال سوف نجليهم إلى أماكن في آمنة، وبالنسبة للشباب والقادرين والنشيطين ممكن يساعدونا في قضية الدفاع عن المناطق وعن المدن وعن القرى. بالنسبة لنا نحن نعتقد أنه بعد هكذا عواصف يجب أن توضع استراتيجية واضحة لكيفية حماية الوادي وحماية القرى والمناطق من كوارث سيول قادمة. مرت 7 سنين مع الأسف فترة لا بأس بها، لكن لم يعمل أي شيء، الوديان كلها غير صالحة لاستقبال السيول، وبالتالي ستفيض المياه إلى البيوت وتهدمها. ربنا إن شاء الله يجنبنا وجميع كل المسلمين إن شاء الله من أي مكروه، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أيضا. شكرا جزيلا لكم. يستمر هيجان البحر منذ الصباح الباكر على سواحل حضرموت وسط ارتفاع أمواجه، خاصة ببروم والحامي ومنطقة خلف المكلا، مع أمطار خفيفة، وكانت مياه البحر قد وصلت لليابسة في بعض المناطق إلى أكثر من 100 متر. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد باجابر. تزداد مخاوف السكان في حضرموت والمناطق الساحلية الشرقية في ظل توقعات تفيد باقتراب إعصار تشابالا خلال الساعات القادمة من شواطئ البلاد، مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح شديدة وأمواج مرتفعة. وبحسب مختصين فإن الإعصار تشابالا سيضرب حضرموت شرق البلاد مساء الليلة، وسط دعوات وجهتها الجهات الرسمية إلى جانب مركز الإرصاد الجوية بتوخي الحذر والحيطة في تلك المناطق. في هذا أحب أن أوجه نداء لإخواني المواطنين في ساحل حضرموت ووادية، أولا البعد كل البعد عن المناطق الساحلية قدر المستطاع، عن بالذات أصحاب القوارب الصيد والصيادين، وكذلك الساكنين على ضفاف الشريط الساحلي في ساحل حضرموت بشكل كامل، البعد وإجلاء المناطق لهم فيها نظرا لارتفاع على بين 8 إلى 10 أمتار ارتفاع الموجة. وتتعاظم حالة الخوف لدى السكان نتيجة ضعف الدولة ومؤسساتها، خاصة في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد من حرب وغياب شبه تام للدولة في المكلا، وأخذ المواجهات المسلحة في العديد من المحافظات، وقلة الخبرة لدى المنظمات المحلية في التعامل مع هكذا ظاهرة. وفي حضرموت ما فيش انتباه على حق المواطن، ولا نحن في دمار صراحة يعني،
حسب ما تشوفون احنا ما معانا الا الله عز وجل، وناظر البحر هذا ونشوف اذا شي قدر الله علينا الله كريم يعني، وحسب ما تشوفون ولا حكومه ولا شيء، وبقعه نهب وبقعه باطل وبقعه ولا حد ينظر ان احنا ابدا. وكانت لجنة الطوارئ بمحافظة حضرموت قد وجهت نداء لكافة المواطنين الساكنين على الشريط الساحلي على امتداد المنطقة الواقعة من الحامي شرقا وحتى بروم غربا بضرورة إخلاء مساكنهم، كون هذه المناطق تقع ضمن المناطق العالية الخطورة بعد انحراف الإعصار باتجاه المكلا، مع أخذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لتجنب أي خسائر أرواح. عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في مدينة تعز التي تتعرض لحصار مطبق للشهر السابع على التوالي وقطع إمدادات الغذاء بما يؤدي إلى حرب تجويع عمدية. وقالت المنظمة في بيان لها إن عمليات القصف المتواصل لميليشيا الحوثي والمخلوع على مدينة تعز تسبب في انهيار تام لإمدادات مياه الشرب النقية في المدينة وتدني الطاقة والخدمات الطبية المحدودة المتوافرة وتعمق مأساة السكان وأكدت المنظمة أن عمليات القصف على المدينة من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع تسببت بسقوط نحو 1500 قتيل مدني، بينهم نحو 700 من النساء والأطفال، ناهيك عن استمرار معاناة السكان من عمليات الحصار والانهيار الشامل في منظومة الخدمات ونقص وسائل الرعاية الطبية والإسعافات وتفشي شامل للأمراض الوبائية وفي مقدمتها حمى الضنك. وأشارت المنظمة إلى حاجة المدينة الماسة لنقل 180 جريحا على الأقل إلى خارج اليمن لتلقي الرعاية الصحية العاجلة لجراحهم التي تعرضوا لها نتيجة القصف المتواصل من قبل ميليشيا الحوثي وصالح بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا والمدافع المتوسطة على المدينة ونشر الإرهاب بين السكان لضمان إخضاعهم للسيطرة. أنشأت دولة السويد قبل عقود المستشفى اليمني السويدي بتعز ليقدم خدماته للأمومة والطفولة، لكن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح كانت له بالمرصاد حيث دمرت المستشفى وتركته كدليل على وحشيتها ورفضها لمقومات الحياة. نتابع. المستشفى المتخصص الوحيد في تعز والذي يقدم كل الخدمات التي تحتاجها الأمومة والطفولة منع العاملين فيه قبل أشهر من الوصول إلى المستشفى من قبل الميليشيات فأغلق. نستقبل كل الحالات الأطفال المتمثلة بالحمى الشوكية والحمى الضنك والملاريا والتيفود وكل الالتهابات المتعلقة بالأطفال، والصعوبة طبعا بالعلاج وبالمحاليل المخبرية وعدم توفر المشتقات النفطية لإشغال المولدات الكهربائية. حول المستشفى إلى فكنة عسكرية فحل الدمار بكل أقسامه وخاصة قسم العناية المركزة المجهز بتقنية لا تتوفر لأي جهة بتعز، كون المستشفى متخصص بالطفولة منذ عقود، وكأن إعصارا مر من هنا فحرم الأطفال والمرضى من الاستطباب والخدج من الحياة. بالنسبة لعودة افتتاح المستشفى اليمني السويدي عودة مهمة،
للأم الطفل بنفس الوقت، لأنه كان يخدم مش يخدم بنات أعز فقط المدينة، ولكن كان يخدم الريف بشكل عام. لذلك الآن إحنا استبشرنا بإعادة افتتاحه بعد دحر الميليشيات. فتح المستشفى أخيرا ليستقبل الأمهات والآباء برفقة هؤلاء الزهور طلبا لخدمة راقية وعلاج بالمجان، وليخطو الأطفال نحو المستقبل بثبات وبلا أتعاب، ولتضيء عيونهم دربهم ودرب بلادهم. هذا قسم العناية المركزة كان تدمر بشكل كامل، الأجهزة تدمروا كل يعني القسم بشكل كامل مدمر، وأعتقد ما بيعود العمل إلا بعد فترة إذا أتوجد الإمكانيات في دعم من خارج، في دعم للمستشفى. 10,000 طفل يتموا، وما يقرب من 900 طفل قتلوا أو جرحوا، ومشفاهم الوحيد يغلق ليصبح مدرسا، وأجهزته تدمر، فالميليشيات عدوة الطفولة وعدوة الحياة والمستقبل. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. نعت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح المناضل والمقاوم الجسور محمد حسين طاهر عضو دائرة التوجيه والإرشاد في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح وعضو مجلس النواب السابق، والذي استشهد أمس الأحد وهو يذود عن تعز عصابات الميليشيا الانقلابية. وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للإصلاح إن طاهر كان نموذجا في التضحية والدفاع عن الوطن وكرامته أمام عصابات البغي والعدوان التي دمرت الوطن بعد أن انقلبت على الشرعية وأسقطت مؤسسات الدولة ونهبتها، كما كان مثالا للداعية المخلص والبرلماني الفذ والمناضل الجسور، وهو اليوم يضرب باستشهاده أروع الأمثلة ومعه الآلاف من أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني في التضحية بالنفس من أجل تحرير الوطن واستعادة كرامة الشعب التي تسعى جنازير آلة الموت التابعة لميليشيا الحوثي وعصابات المخلوع أن تدوس عليها بعد أن ارتكبت مجازرها الوحشية ضد المدنيين. عقد مدير مؤسسة الكهرباء في عدن المهندس مجيب الشعبي مؤتمرا صحفيا عقب عودته من الإمارات العربية المتحدة لتوقيع عقد تعاون مع هيئة كهرباء ومياه أبوظبي، حيث تم تزويد كهرباء عدن ب 440 ميجاوات، كما تم إقرار مشروع المحطة الاستراتيجية وإقرار الموقع الذي سينفذ فيه المشروع بمنطقة رأس عمران غرب عدن. حالة الموضوع إلى شركة استشارية هي التي ستقوم بإعداد المواصفات، وهذه المشاريع تتسارع من 3 إلى 4 سنوات. أيضا تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مجال نقل الطاقة والتي تعثرت منذ عدة سنوات، ومنها مشروع النقل اللي الآن تنفذ جزء منه من الحصول المنصورة، يتبقى الجزء الآخر من المنصورة إلى العريش، وهناك مشروع استراتيجي آخر من المنصورة إلى خور مكسر ومن خور مكسر إلى معسكر 20، وهو خط نقل 132 كيبلات من دائرتين، وهذا هي النظرة المستقبلية لعدن. ضبطت المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمحافظة مأرب أجهزة اتصالات متطورة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي وعصابة المخلوع بصنعاء. نتابع. يعني تم ضبط يعني أشياء كثيرة في هذه النقطة منها الأجهزة، وحريصين والأفراد لا بأس حريصين على جميع الأشياء، كل ما يحدث أو كل ما يجري عبر هذه النقطة ما يمشي إلا بتفتيش أو نضمنه أنه ماشي فيه. ضبطنا أجهزة اتصالات، يعني 4 أجهزة مع خزنة صغيرة لحد الآن يعني موجودة، وضبطنا يعني قاطرة من قبل يعني كان فيها مواد يعني محرمة، ويعني ملتزمين
في هذه النقطة، والتعامل مع الأفراد مع أي شخص تعامل تمام. هذه نقطة مفرق الرويك التابعة للمقاومة الشعبية بقيادة الشيخ عبد الله بن حمد شودق. هذه النقطة تقوم بعمل أمني ودور ريادي في هذه المنطقة وفي الظروف الحرجة التي تمر بها البلد هذه الأيام. هذه أجهزة عثر عليها في وسط قاطرة جاية من منطقة الشحر حضرموت ومتجهة إلى صنعاء. هذه القاطرة كانت مموهة تحمل شيف وصلصة، كراتين شيف وصلصة، وبعد مرورها الساعة 3 فجرا قام أفراد النقطة بالتحري والتدقيق وإنزال حمولتها من الشيف والصلصة، وعثر على هذه الأجهزة وكنا لا نعلم. سألنا السواق ما هي هذه الأجهزة، قال هذه الأجهزة مسترجعة من المكلا إلى صنعاء، وهذه الأجهزة تعتبر أجهزة كمبيوتر، لأننا لا نعرف في ولا يوجد عندنا خبرة في الاتصالات. فأخذنا هذه الأجهزة، وبعد أن جاءوا خبراء في الأجهزة وفحصوا على الأجهزة تبين لنا أن هذه الأجهزة تعمل لاسلكية ومداها الجهاز الواحد 150 كيلو، وهذه الأجهزة تعتبر الجهاز الأم، ويبلغ قيمة هذا الجهاز الواحد يبلغ قيمته 15,000 دولار. والأجهزة موجودة في النقطة وبعد التحري وإنزال الحمولة من القاطرة تبين لنا ذلك، حيث وقد مضى قبل 4 أيام أن مرت من هذا المكان قاطرة تحمل ألواح شمسية وتحمل بطاريات، وتبين أن هذه القاطرة تحمل مواد محرمة، وتم القبض على هذه المواد وقد سلمت إلى الجهات الأمنية في محافظة مأرب. الأجهزة اتصالات بلغنا القيادة في مأرب وأنزلوا إلينا خبراء في أجهزة الاتصالات، وبعد الفحص على هذه الأجهزة تبين أنها أجهزة لاسلكية وخطيرة ولا يمتلكها إلا دولة، لا يمتلكها أفراد ولا يمتلكها مواطنين. كانت مموهة وفي داخل أكياس حق عدد الأجهزة 4 مع خزنة متوسطة. هذه الخزنة تعمل في لن نستطيع حتى اللحظة أن نفتح هذه الشنطة لأنها تستخدم فيها رمز أو شفرة، ولحد الآن لن نستطيع التعامل معها. وهذا يعتبر الجهاز الأم في غرفة التحكم، يتحكم على جميع الأجهزة في مدى ومساحة المكان 150 كيلو. تمكنت المقاومة الشعبية والجيش الوطني في جبهة المضاربة بلحج من تحقيق تقدم كبير ودحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. مراسلنا صادق الرتيبي والتفاصيل. مقاومون يحثون الخطى في طريقهم لاستعادة آخر المواقع التي يتمركز فيها ما تبقى من عناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة المضاربة بلحج. هنا في جبهة الصبيحة بمضاربة لحج المحاذية لمنطقة الوازعية في تعز. هذه الآن هي منطقة الخزم الذي تسيطر على المقاومة من محافظة لحج، وحيث أن المقاومة الآن تسيطر على هذه المواقع المهمة، وأن أكبر المواجهات على هذا الموقع الخزم الذي سيطر على منطقة الوازعية والصبيحة بشكل عام. الموقع المهم الاستراتيجي هذا هو الموقع، بالنسبة لهذا الموقع هو من أهم المواقع. تمكن أفراد المقاومة المعززة بعناصر من الجيش الوطني من السيطرة على أحد أهم المواقع المطلة على منطقة المضاربة بعد مواجهات عنيفة انتهت بهزيمة عناصر الميليشيات. القائد حكم حويثة عندما تم المداهمة عليه قام بإخراجه ومسكوه قدر حتى خوف المقاتلين إيش هذا، ويقول يعني النجا يطلب مننا يا صبيح أنا فوقكم أنا وزي هكذا، فتمينا بإسعافه وألاهم يقتل. المقاومة الشعبية في صبيحة لحج تتحدث عن تمكنها من إلقاء القبض على قيادي حوثي بمعية عدد من عناصر الميليشيات. أبناء مديرية المضاربة ورغم محدودية الإمكانات في العتاد العسكري والمادي إلا أن عزيمتهم وعدالة القضية التي يناضلون لأجلها مكنتهم من هزيمة الميليشيات الإنقلابية.
حتى خوف المقاتلين ايش هذا؟ وانها ورقه تلاميذ سحر هكذا شعوذه، ويقول انها يعني نساله ايش هذا؟ يرفض ان يتكلم ويقول يعني النقا يطلب مننا. وعثر افراد المقاومه والجيش الوطني في المناطق المحرره على ورقه يمتد طولها لامتار تحوي على سحور وطلاسم تستخدمها الميليشيات الانقلابيه للتغرير بانصارها وايهامهم بانهم لن ينهزموا. صادق الرتيبي لقناه سهيل الفضائيه من جبهه المضاربه محافظه لحج. اختتمت مؤسسة سواعد الشباب للتنمية الاجتماعية والثقافية مهرجانها السنوي العودة إلى المدرسة وحملة الشهيد غسان التعليمية تحت شعار بالعلم نبني عدن. الحفل حضره العاملون من السلك التربوي والشخصيات الاجتماعية ومدراء المدارس وأولياء الأمور والطلاب، وتم فيه استعراض دور المؤسسة في الجانب التربوي والتعليمي. وفي الحفل تم تكريم أسرة الشهيد غسان عبد السلام مسؤول الحملة السابقة ومجموعة من الأسر النموذجية والعاملين المتطوعين في الحملة. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. تشابالا يتجاوز قالبية جزر سقطرى مخلفا أضرارا مادية جسيمة. استعدادات متواضعة لمواجهة تشابالا في محافظة حضرموت. للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب. في أمان الله.